تواصل مستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات مستمرة هنا على أرضية هذا الميدان بانطلاقة شوطنا السادس وآخر أشواطنا لهجن أصحاب السمو الشوق من مسافة الثلاثة كيلومترات. بعد هذا الشوط أول بطاقات التأهيل لمن تذهب مشاهدينا الكرام، ولكن نتابع مجريات شوطنا السادس على بركة الله. نبدأ مع البداية، نتابع صدارة هذا الشوط. هناك هملول على المركز الأول، إبراهيم بن حمد بن فهد بن حسين النعيمي يقدم لنا هملول مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أما المركز الثاني، ثاني المراكز، هناك القادم أيضا مع المركز الثاني، هناك شمعدان محمد بن عبيد بن راشد بن صندل يقدم لنا شمعدان مع المركز الثاني. وأما المركز الثالث، ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، الطاغي علي بن سعيد بن سالم العويسي مع المركز الثالث. والمركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، هنا الدخول، هنا الانضمام أيضا في هذه اللحظات، وهنا أيضا القادم بكل قوة، والقادم ايضا شاهين حمد بن خليفه بن محمد الدرعي. مشاهدينا الكرام يتقدم الجموع، ولكن نتابع ثالث المراكز، هناك التبر علي بن سالم بن سالم علي بن سعيد بن سالم الهاشمي مع المركز الثالث. اما المركز الرابع، رابع المراكز عندك يا بن صندل، هناك ايضا القادم في هذه اللحظات شمعدان محمد بن عبيد بن راشد بن صندل مع المركز الرابع. والمركز الخامس، مياس راشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي مع المركز الخامس. أما المركز السادس، سادس المراكز، الطاغي علي بن سعيد بن سالم العويسي القادم مع الطاغي في هذه اللحظات، في هذه المنافسات الرائعة. وعبد الله بن محمد الغويس السويدي قادم مع مقنع، قادم مع مقنع في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، هكذا النتيجة للأسماء المتقدمة، للأسماء المنطلقة في هذه الأشواط الصباحية. ولكن نعود ونتابع البداية، هناك شاهين مع المركز الأول، حمد بن خليفة بن محمد الدرعي يقدم لنا شاهين مع الصدارة، مع البداية، مع الانطلاق الأول. ثاني المراكز، المركز الثاني، هناك هملول، هملول مع المركز الثاني، إبراهيم بن حمد بن فهد بن حسين النعيمي مع المركز الثاني. والمركز الثالث، ثالث المراكز، الطاغي علي بن سعيد بن سالم العويسي مع المركز الثالث. والمركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، من خلال هذا المسار، من خلال هذا التحدي، من خلال الانضمام من مياس راشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي مع المركز الرابع. والمركز الخامس، خامس المراكز من الجانب الاخر، مقنع عبد الله بن محمد الغويص السويدي. يا سلام يا سلام، وابو سحر قادم هناك مع شاهين، عبد الله بن علي بن عجيل بن علي يتقدم في هذه اللحظات. وهناك شاهين قادم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بالطير العامري في عملية التضمين والتدريب يتقدم. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع الانطلاق الأول اللي غير الطاغي، اللي غير الطاغي البداية، علي بن سعيد بن سالم العويسي يقدم لنا الطاغي مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مقنع والعصاف الأبطال من الجانب الآخر، عبد الله بن هناك عبد الله بن محمد الغويص السويدي يقدم لنا مقنع مع المركز الثاني. والمركز الثالث، يتحرك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بالطير العامري من يقوده في عملية التضمير والتدريب. ولكن الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، وانطلق الطاغي، انطلق الطاغي مع البداية، الطاغي مع الصدارة، علي بن سعيد بن سالم العويسي يقدم لنا الطاغي. وهناك شاهين قادم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بالطير العامري يقدم لنا. هناك شاهين مع المركز الثاني، شاهين ولا الطاغي، الطاغي ولا شاهين، الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة في النهاية السعيدة. يا سلام يا سلام، 300 متر أخيرة، 200 متر أخيرة، بدأ العد التنازلي، الطاغي، الطاغي هو الصامد على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس علي بن سعيد بن سالم العويسي، وسلام سلام يا السلطنة، سلام وسلام يا أهالي إعلان أيضا كافة، تهانينا والناموس علي بن سعيد بن سالم العويسي على فوز الطاغي بالمركز الأول، تهانينا والناموس. أما المركز الثاني، شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وثالث المراكز، مقنع عبد الله بن محمد الغويص السويدي. هكذا النتيجة، التوقيت الزمني 4:42 هو التوقيت أيضا، الطاغي علي بن سعيد بن سالم العويسي.